السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير يا رب. انا النهاردة معاكم في فيديو جديد، هنعمل مع بعض البطاطس المحشية باللحمة المفرومة. هنعملها كده بتكات مصرية مش هتلاقيها غير في مطبخي انا وبس، مطبخ الست المصرية. ويلا ندخل نشوف خطواتنا. يلا حضري كده ورقة وقلم، ويلا هنحضر احلى بطاطس محشية. الاول نسمي الله ونصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم، وفضلا وليس امرا اللي لسه داخل وشايف قناتي المتواضعة يشترك ويفعل زر الجرس ويشير الفيديو لاكبر عدد ممكن عشان غيرك برضو يستفيد. ويلا ندخل نشوف طريقتنا. وادي حبايب قلبي كل مقادير سهله جدا واللي ما فيهاش اي تعقيدات. ادي البطاطس زي ما انتم شايفين، انا شايله بس القلب بتاعه ومش هرميه، هركنه كده واوريكم هعمل بيه ايه. وادي تعصيقه اللحمه، انا عملتها معاكم في فيديو قبل كده. ويلا ندخل بقى نشوف الصوص اللي احنا هنسقي بيه البطاطس بعد ما تتحشي. انا كده جبت بصلايه كده حلوه على حبه زيت وقطعه زبده صغيره خالص، وفضلت اقلب فيها، اديتها تشويحه بسيطه جدا تمام زي ما انتم شايفين كده. انا عايزاه باللون ده مش اكتر. وجبت الايه، وجبت الطماطم بتاعتي اللي انا ضربها في الخلاط، وقلب قلب كده بقى. وجبت بقى ايه، قطعه ثوم زي ما انتم شايفين كده مهروسه او مفروسه، ورحت حطيتها واديتها ايه تشويحتين في قلب بعض كده، قلبتهم كلهم في قلب بعض. وجبت معلقه صلصه عشان تدي برضو مذاق وتستي عالي برضو وتدي حمار اكتر يعني تمام. وقلبت كله في قلب بعضه كده. وهجيب بقى ايه، هجيب بهاراتي واحده واحده كده معاكم. جبت الاول كده فلفل اسمر تمام قوي، والملح والكمون. انتوا عارفين ان انا ما بحبش البهارات كتير في الاكل، فانا بحب احط البهارات يعني في الحدود المعقول قوي يعني تمام. وقلبت كده كل كلام الجميل قوي دون، وهسيبها بقى تستبك مع نفسها كده مش ايه، ومش هغطي التسبيكه بتاعتي عشان لما بتغطيها بتنكتم ما بتحمرش معاكي، فانا مش هغطيها تمام كده. تاني حاجه بقى جبت ايه المقلايه بتاعتي وحطيت فيها زيت. واول حاجه هنعملها ايه، هنقلي البطاطس بتاعتنا. حطيتها في الزيت اهو، انا اختبرت الاول الزيت لقيته كمان سخن خلاص اوريدي تمام، وحطيت البطاطس بتاعتي زي ما انتم شايفين كده. وهديها مش هحمرها تحمير يعني، لا انا هديها زي ايه، زي تشويحه كده من فوق من ايه من الجنبين. وبوريكم الصلصه بتاعتي اهو جميله ازاي، شوف احمرت وبقت جميله. وانا كنت عامله على عيني التانيه برده رز، بصوا جميل ازاي انا بقلبه قصادك اهو. بعد ما تتشرب الميه خالص بتروح مدياله كده تقليبه كده يعني تمام. وادي اهو انا جيت يعني انا يعني اديتها لون من فوق وبديها لون من تحت اهو، بس بالراحه خالص عشان انت عارفه انها يعني احنا واخدين البطن بتاعتها فممكن تتهري منك يعني. جيبي بقى طلعي على مناديل بقى عشان تتشرب الزيت بتاعها، وطلعي واحده واحده كده. انا عايزه اللون ده، انا مش عايزه اكتر من كده، حلو قوي اللون ده، مش عايزاه تتحمر يعني فاهمين. وطلعي واحده واحده كده بقى، انا بحاول ان انا يعني اعملها ما تتكسرش مني يعني، بحاول على قد ما اقدر انها ما تتكسرش. هي برضو متماسكه يعني، ما عملتهاش ما حمرتهاش لدرجه انها تهري. انا حمرتها اديتها يعني لون من تحت ولون من فوق بحيث انها لما تدخل الفرن تستوي معايا، لاني انا لو حطيتها في الفرن من غير ما احمرها التحميره دي او ان انا اديها الصدمه دي مش هتستوي معايا في الفرن غير فين وفين، هتقعد ساعتين ثلاثه تمام. فانا بوفر يعني بوفر وقت. وجبت كده الصينيه بتاعتي ودهنتها في الارضيه خالص زيت. وجبت القلب بقى بتاعت البطاطس لان احنا مش متعودين نرمي حاجه خالص. جبت القلب بتاع البطاطس ورحت حطاه فرشاه كده في الصينيه من تحت زي ما انتم شايفين كده بالظبط. وجبت اللحمه المفرومه وحطيت ادي كده طبقه، وهحط الطبقه الثانيه لحمه مفرومه. انا ما رضيتش اعمل اوريكم تعصيقه اللحمه عشان انا عملتها معاكم قبل كده في فيديوهات كتير. الفيديو اللي قبلي ده على طول كنت انا عاملاها معاكم من الالف للياء، هحط لكم برده لينك الفيديو في قلب صندوق الوصف عشان برده تدخلوا عليه وتشوفوا الطريقه بالظبط والمكونات بالظبط هتبقى ازاي.
انا حطيت كده طبقه كده وحطيت طبقه كده تمام، وجبت البطاطس بتاعتي بقى كده وايه، وهحشيها باللحمه المفرومه واحده واحده كده اهو بالمنظر ده، وهرص كده الرصه. انت عايزه بقى تعمليها بالطول، انا عملت بصوا انا عملت بالطول كده يعني جنب بعض، رصيت جنب بعض الرصه، الرصه اللي تعجبك بقى او ترتاحي فيها يعني. وحطيتها كده زي ما انتم شايفين كده، فضلت احشي لغايه ما ادتني الشكل الجميل الروعه ده، حقيقي كانت جميله جدا. وادي الصوص بتاعي طبعا يعني عايزه اقول لكم ان انا غلطت في ده، لان الصوص بتاعي لازم كان يبقى خفيف عن كده، واكتشفت بعد ده يعني اكتشفت ان انا كان لازم اخفه لما انا حطيت الصوص ما يعني تقيل، لا ما كنتش عايزه القوام ده، فانا اضطريت بعد ما لقيت الدنيا ماشيه معايا كده جبت ميه من الكاتل ورحت حاطه على الباقي شويه الصوص اللي كانوا متبقيين، حطيت عليها ميه فهي طبعا حمراء، وحطيت ظبطت ملحي وظبطت بهاراتي من الاول وظبطت الدنيا وطلعت لي بالقوام ده. القوام الاخير ده اللي انا اللي انت شفتوه الاخير ده هو ده اللي انا عايزاه. القوام الاولاني كان تقيل شويه، ما كانش حلو، ما كانش مستحب بصراحه. وجبت بقى ورق فويل كده زي ما انتم شايفين كده، وغطيت بقى الصينيه بتاعتي وحطيت الفرن، وحطيتها في الفرن تحت درجه حراره 180 قبل ما ادخلها الفرن، هفضل انغز فيها كده علشان ايه، علشان ما تفرقعش من جوه يعني، انا عشان اديها نفس بردك ان البخار يدخل لها من جوه او البخار يخرج ويدخل تمام. وادي الصينيه بتاعتي لما خرجت، عايزه اقول لكم والله العظيم كانت وهم حقيقي، كانت خرافه جدا. وعايزه اقول لكم ان القلب اللي طلع من البطاطس الراقي اللي احنا حطيناه، عايزه اقول لكم كان روعه 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 باللحمه المفرومه، كان حكايه. ده القلب بقى اللي انا ايه طلعته، انا ما فيش حاجه اتهرت مني، انا ده اللي انا طلعته ده كده القلب اللي تحت اللي احنا فرشناه في الارضيه. بصوا بقى كان جميل ازاي باللحمه المفرومه وجنبيه بقى شويه رز كده، عظمه كده. بص فل الفل على الاخر. بص انا بفتح لكم اهو بقول لكم بصوا شوفوا اللحمه المفرومه فيها عامله ازاي، والبطاطس مستويه ازاي، بص عامله ازاي جميله ازاي. جربيها يا حبيبه قلبي والله مش هتندمي، اولادك هيحبوها جدا. انا عندي احمد حبها جدا يعني، انا عندي قبل يعني اما اجي اعمل اكله ولا اي حاجه اول واحد منها يدوق منها احمد، فاحمد اصر المره دي انه يظهر لكم ويقول لكم رايه بصراحه فيها، وعايز يقول لكم بصوا بقى كانت حكايه يعني، كانت روعه عجبته جدا. انا بقول له ايه رايك يا احمد، بصوا يقول لي ايه، بيقول لي عظمه يا ماما. يقول لكم اعملوا لايك ويلا اعمل لهم باي يا احمد بقى، باي.